يا دكتورة ما فيش مشكلة، الاستنشاق والساونا عشان ياخد يكتسب درجة حرارة اللي هي دي اللي بتقتل الفيروس، تمام. ان هو لكن طبعا لو عالية 40 درجة ده لازم ياخد خفض للحرارة، لان دي بتأثر في الخلايا السحائية في المخ، ولو حس بزغللة في العين او كده يعني. دي بالنسبة لدرجة الحرارة. بالنسبة لحاجة تانية، الاكل بتاعنا اكل سبايسي. في الطب البديل عندنا طب كبير جدا وطب رائع في الدول الإسلامية والدول العربية، فعندنا الأكل عندنا سبايسي، وعندنا الخضرة، وهم أكتر حاجة عندنا الأكل الطبيعي، لكن بره السبايسي مش متعرف عليه قوي. فهو السبايسي دي حاجة كويسة جدا، والليمون والأكل بتاعنا يعني والحاجات ده مهم. السبايسي عشان كده مهم. الهند تقريبا يعني الهند أقل من شوية، أنا بقول من الأسباب الدول. البسيطة، أنا بقول الأسباب البسيطة دلوقتي يعني. تمام. الاكل السبايسي والطب البديل عندنا كويس جدا يعني. تانفلو معمول من اليانسون، فالطب البديل تانفلو عندنا عشان الساده المشاهدين، لو كانت اتعمل عشان انفلونزا الخنازير. بالظبط. الطب البديل عندنا طب متقدم جدا، الطب البديل طب متقدم جدا. فطبعا احنا عندنا بنؤمن جدا بالطب البديل والاعشاب الطبيعيه، والطبيعه بتطلع اسرارها والحاجات دي كلها، تمام. نيجي بقى النقطه مهمه بالنسبه للفلاحين، القرى والمدن. طب ما في القرى كمان لو جينا قسنا هنلاقي في القرى ما بيصابوش زي المدن. ايه بقى السبب في الحته دي؟ السبب بقى في الحته دي حاجه مهمه جدا، اللي بيغذي بعزز جهاز المناعه وبيدعم جهاز المناعه هو فيتامين دي. فيتامين دي ده بناخده من اشعه الشمس. اشعه الشمس مهمه جدا لتحويل الكوليسترول على الجلد لفيتامين دي. ولكن الدول بره اللي هي ما عندهاش اشعه شمس فبتبقى محتاجه الفيتامين دي. لو ما خدتش فيتامين دي جهاز المناعه عندها بيتاثر كتير جدا عن الدول اللي فيها شمس، عندها شمس كتير. فالدول اللي عندها شمس كتير بتبقى لحد ما عندها يعني جلدها طبيعي بيتحول لفيتامين دي، لكن الدول البارده ما عندهاش فيتامين دي. وجم عملوا احصائيه ودايما قله فيتامين دي بتسبب الاكتئاب. احيانا بتبقى الدول البارده كده بيجي لهم اكتئاب شديد، وبيجي لهم حالات انتحار وحاجات كده من كتر ما فيتامين دي مش عندهم، يعني ما مش متعرضين لاشعه الشمس. اللي اكد الكلام ده حاجتين. الحاجه الاولانيه السود، الناس اللي بشرتهم سوده في لما في امريكا مثلا بيصابوا بالفيروس ضعف البيض، ضعف البشره البيضاء. فتلاقي السود مصابين في امريكا ضعف البشره البيضاء. ليه؟ لان ربنا خلق اجسامهم وخلق الجلد بتاعهم ان هو يعيش في المناطق الاستوائيه فيهم اشعه شمس حاره جدا، فالجلد بتاعهم بيبقى سميك وكثافته اعلى. فامتصاصه لاشعه الشمس عشان يتحول لفيتامين دي هو اقل 5 مرات من الطبقه البيضاء، الجلد اللي هو ذات البشره الفاتحه يعني. فلما بيروح امريكا وبيروح الاماكن البارده بيبقى محتاج يعزز نفسه بفيتامين دي، لازم ياخد فيتامين دي لان هو مش زيه زي البشره البيضاء. فهو عدم اخدانه الفيتامين دي او ان هو مش عارف ان هو لازم ياخد فيتامين دي بيصاب بسرعه اكتر للفيروس، لان هو عايش في مكان ربنا خلق اللون البشره مع الطبيعه اللي احنا عايشين فيها، سبحان الله. كمان كبار السن، كبار السن بره احنا مثلا عندنا كبار السن 60 يعني بيتقال 50 60 ده كبير واعمارنا من 50 لل 60، اما بره كبار السن عندهم من 80 ل 100. فتلاقي مثلا ايطاليا كانت فيها درجه الاصابه عاليه جدا لانه الناس الكبار في السن من 80 سنه فما فوق، فعندهم التامين الصحي والرعايه الصحيه عاليه جدا ومناعتهم احسن شويه. فطبعا لما كبار لو جه الفيروس مع نقص فيتامين د لكبار السن بتلاقي جهاز المناعة بيتأثر بسرعة لتقبل الفيروس وإصابته. واللي أكد كده إنه السويد مات فيها 25,000، 11 منهم من كبار السن، يعني كبار السن 11 منهم. ليه؟ لأنه كبار السن موجودين في مبنى رعاية، لو ما تشمسوش كويس ما خدوش كمية كافية من فيتامين دي جهاز المناعة عندهم بيتأثر. فكمان الدول الإسكندنافية زي السويد مثلا دول بياكلوا حاجه اسمها الفاتي فيش.
الفاتي فيش اللي هو سمك السلمون، سمك السلمون الفاتي فيش ده فيه فيتامين د، فتلاقي تأثرهم بالفيروس أقل شوية. وده حصل بقى إحصائية حصلت في الهند، في الهند وأمريكا والدول الإسكندنافية، إنه في علاقة تربط ما بين الإصابة بفيروس كورونا وفيتامين د. في إحصائية عكسية، يعني كل ما زاد فيتامين د، فيتامين د في الجسم، بتقل نسبة الإصابة عشان جهاز المناعة بيبقى اتعزز وبقى أحسن شوية. اللي في الأرياف واللي في المدن، عندنا هنا في الأرياف في الصعيد وفي القرى بيتعرضوا أكتر للشمس عننا، يعني هما بياخدوا فيتامين د واحنا قاعدين في البيوت. فعشان كده انا بنصح الناس اللي قاعده في البيوت ومش متعرضه للشمس لازم تاخد فيتامين د، تروح للدكتور الاول تعمل تيست بلاد تيست وتاخد فيتامين د عشان هي مش متعرضه للشمس. لكن الفلاحين واللي في الصعيد دول اوريدي متعرضين للشمس. نوع الاكل اللي عندهم في الفلاحين بياكلوا الخضار وبياكلوا نوعيات الاكل اللي موجوده طبعا بتبقى صحيه اكتر من الناس اللي موجوده في المدن والجانك فود اللي احنا بناكله. فده هقوله في حلقه